أمازيغ شمال أفريقيا ضمن فعاليات الدورة السابعة لمؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية. وصادف المهرجان عددا من الناشطين الأمازيغ في كل من المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر للحديث عن مكانة وواقع الأمازيغية في ظل التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية. وأعلن المجتمعون في ختام لقائهم أمس التزامهم بتحقيق وحدة شمال أفريقيا دون أي تمييز على أساس الهوية أو اللغة أو الثقافة أو المعتقد، كما طالبوا بالاعتراف الرسمي بالحقوق اللغوية والثقافية لأمازيغ تونس ومصر والاعتراف بالأمازيغية بصفتها لغة وثقافة وهوية لشمال أفريقيا. وطالبوا أيضا بالفتح الفوري للحدود بين الجزائر والمغرب والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي. ومعنا من القنيطرة نائب رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي خالد الزيراري. سيد خالد، أنتم اجتمعتم، ماذا كان بالدرجة الأولى هدف هذا الاجتماع؟ مساء الخير. هدف هذا الاجتماع هو يدخل في اطار الدوره السابعه لمهرجان طنجه، وبشكل موازي كان هناك ندوات في اطار جمع الشمل امازيغ شمال افريقيا، حيث كان حضور امازيغ مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، وبالتالي تم مناقشه القضيه الامازيغيه على المستوى الإقليمي وحضورها في الدساتير هذه الدول. إذن الهدف كان هو طرح القضية الأمازيغية على مستوى أنظمة شمال إفريقيا، وكذلك كرد فعل لسنة 1958، لما لابد أن أشير إلى السياق التاريخي لكي الضار الكرام يفهمون الأمور، حيث أن 1958 كانت بداية لإعلان ما يسمى باتحاد المغرب العربي، وقعته ثلاثة أحزاب: حزب الاستقلال المغربي، الحزب الدستوري الجديد في تونس، ثم جبهة التحرير الوطني بالجزائر، وتم إعلان ما يسمى باتحاد المغرب العربي. نعم سيد خالد، ولكن اسمح لي حتى لا يدهمنا الوقت، الآن في ما تنظرون إليه للمرحلة المقبلة، من أهم مطالباتكم الاعتراف باللغة الأمازيغية، تم الاعتراف في المغرب والجزائر بهذه اللغة يعني الأمازيغية كلغة رسمية، ما الذي تغير؟ ماذا تحقق بالنسبة للحقوق الأمازيغية، الحقوق واقع وحقوقهم في الدولة؟ فيما يخص كمسؤول على مستوى شمال افريقيا، لم يكن هناك اعتراف بشكل رسمي للغه الامازيغيه في الجزائر، كان تم الاعتراف باللغه الامازيغيه كلغه وطنيه، وبالتالي لم يتغير شيء في الجزائر. فيما يخص المغرب، تم الاعتراف بالامازيغيه كلغه رسميه، واعتبرناه تقدم كبير لمطالب الحركه الامازيغيه، لكنه هذا المطلب رغم دسترت اللغه الامازيغيه كلغه رسميه فهي مشروطة بقوانين تنظيمية وبأولويات، وننتظر خريطة الطريق لكي يمكن أن نحكم على هذه دسترة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور المغربي، ولكن سيكون تغيير بالطبع، لأن دسترة الأمازيغية كلغة رسمية هو الاعتراف الرسمي بأمازيغ المغرب والجزائر ودول المنطقة بشكل عام. نعم. الدساتير الأخرى في ديباجتها كانت تمارس نأسف دهمنا الوقت. نائب رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي خالد الزيراري، شكرا جزيلا لك.